خلاص. السلام عليكم، سامعيني؟ الو، سامعيني ولا كيف؟ مهندس سامي اوكي، على كل حال المفروض يعني الكل سامع. الكل سامع؟ ما بعرف، المفروض ريانة سامعتني؟ آية، براء، دانا، فارس. انا خلص هلا عاد. سامعين سامعين دكتور، سامعين دكتور، خلص لعاد الكل سامعني. تمام، انا عملت ريكورد فخلص، يعني هاي شالت الريكورد. توقع الله، انا بلشت ريكورد خلص. اوكي، اليوم في عندنا تشابتر 6. اوكي، تشابتر 6 اللي هو سايز ريدكشن. مشان نعرف اول شيء شو معنى، راح افوت انا اليوم معاكم ان شاء الله. التشابتر مش صعب والله، بس اخر شوي بده شوية شغل، بس هو مش صعب ان شاء الله. اول شيء بالنسبه للسايز ريدكشن، شو معنى السايز ريدكشن بشكل عام؟ شو معنى سايز ريدكشن؟ اللي هي عمليه ايش؟ عمليه راح نشوف عمليه طحن. راح يكون عندنا وي هاف ا بارتيكلز، بارتيكل معين، مثلا الدايمتر لها 1 متر، او الدايمتر لها نص متر، او مثلا 1 سنتيمتر فور اكزامبل. بدي اعملها ايش؟ طحن، كراشنج او مل، لسايز معين اللي هو مثلا 0.2 سنتيمتر فور اكزامبل. فهذا هو عمليه السايز ريدكشن. اذا انا في السايز ريدكشن اللي بعمله بحقيقه الامر، ان عندي بارتيكل سايز بتكون فيري هاي، هاي بارتيكل سايز، بعملها طحن، بعملها سايز ريدكشن لبارتيكل سايز ثاني. تمام، على ارض الواقع انا بزيد السيرفيس اريا، لانه انواع السيرفيس اريا لبارتيكل لها الحجم لها 1 سنتيمتر، ولا السيرفيس اريا لنفس البارتيكل بس اطحنها ل مثلا البارتيكل الحجم لها 0.01 مليمتر. اوف كورس البارتيكل السيرفيس اريا للبارتيكل الواحده بس اطحنها، اوكي، بتكون ماتش ماتش هاير ذان ذا سنجل بارتيكل سيرفيس اريا. هاي شغله مهمه جدا. طبعا ليش احنا بنحتاج السايز ريدكشن؟ نحتاجها اول شيء ايزير فور هاندلنج، انه اسهل احمل حجاره صخوره ولا حجاره صرار صغير. لا، حجار صرار صغير بيكون اسهل لي. هاي من اسماء البارتيكل سايز اللي هي اللي بنعرفه احنا، موجود عندنا مما يسمى بالكسرات. بعدين في الابلكيشن تبع الكيميكال انجينيرنج، انكريز ذا هيت اند ماس ترانسفير ريتس. معروف انت انه بس البارتيكل سايز تكون اصغر، السيرفيس اريا اكسبوزد فور او افيلبل فور ماس اند هيت ترانسفير وود بي ماتش هاير ذان السيرفيس اريا اوف بيج بارتيكلز. اوكي، بعدين في عندنا increase the reactivity. هاي من احد اسباب why do we need a size reduction. بعدين separation of unwanted material via mechanical methods. انا بس انا اعمل size reduction، بعمل secret analysis كمان. meet industrial specification. كيف يعني؟ مثلا ال NACL، ال NACL مشان يكون ملح كويس بيحكي لك انه particle size، average particle size diameter لازم يكون بين ال 0.1 مثلا سنتيمتر وال 0.09 سنتيمتر او ال 0.08 سنتيمتر. فبالتالي شركه الملح بس تطلع الملح، شو بتعمل؟ توديها على كراشر او ميلر مشان تطحنها until we reach to the desired size distribution. بعدين facilitate mixing process. of course الفاين بارتيكلز could be mixed easier than الكورس بارتيكل. الكورس بارتيكل اللي هي معناتها الصلبه. prepare the material for further process reaction leaching through leaching. طبعا من الاندستريال ابلكيشن على السايز ريدكشن، في عندك الاجريكلتشر كيميكلز زي الفيرتلايزرز. الفيرتلايزر بس يصنعوها بيعملوا السايز ريدكشن مشان ايش؟ تميد السفكيشن. الاورجانيك كيميكلز، فلافرينج كمان احد الامثله الاندستريال ابلكيشن. فارماسيتيكال اللي باخذ ماده الكتيف فارماسيتيكال راح يشوف السايز ريدكشن موجود عنده. الفود ماتيريال، السيراميكس واذرز. اوكي، زي صناعه الاسمنت. الاسمنت بس بينتجوه بصابه بارتيكل سايز بيكون عالي اول مره، بودوه على كريشر او ميلر اللي هي الطحانات مشان تعمل له سايز ريدكشن. هاي صوره توضيحيه بتفرجينا اللي هو الحجر هذا بيكون بهاي سايز، بوديه على كريشر. شايفين الكريشر بتطحن الحجار بتخليها أدعم شوية، بتروح على جريندر. أوكي،
بتصير كمان أنعم وأنعم، بعدين بتروح على السيبريتر. هسه رح نأخذ إحنا إنه في عنا إشي يسمى كرشر، إشي يسمى ميلر. شو الفرق بين الكرشر أو الجريندر؟ الجريندر بيسموها كمان ميلر، تمام؟ إذن رح نشوف إحنا شو هي الكرشر وشو هي الميلر، شو الفرق بينهن. الثنتين عبارة عن كسرات أو طاحنات، بس في فرق بين الكرشر وبين اللي هو الجريندر. كمان عندنا اكزامبل طلعوا الكورس بارتيكلز، بفوتها بوديها على جريندر تعطيني فاين بارتيكلز، وهذا مثال معروف لدى الجميع اللي هو عبارة عن الكافي. الكافي بتكون كافي بينز، حبوب قهوة، بتكون فيري كورس، بوديها على طحانة القهوة بخلط معها فور اكزامبل وبطلع عندي فاين بارتيكل. لاحظ انت انه ال 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 شو اسمها، لاحظين انه ال ال شو بسموها ال ال القهوة بتخضع لعملية الجريندر مش الكرشر. اذا الجريندر او ميلر، الجريندر هو نفس الميلر. شو الفرق بين الكرشر والجريندر؟ هسه رح نجي في النكست سلايد. هسه في عندنا البروسيس فاريبل، يعني شو هي الفاكتورز ذات افكتس اون ذا سايز ريدكشن. في عندنا هناك فاكتور كثيره. اول شيء طبيعه الفيد، ذا ناتشرال فيد ماتيريال. بعدين راح ناخذ احنا كمان ذا ناتشرال فيد ماتيريال، وفي عندنا كمان اللي هو بروبرتي اوف ذا دايركت ديزايرد برودكت، سكيل اوف اوبريشن، سايز ريدكشن فلو شيت، energy requirements, preventing equipment damage and capital and operating cost. نرجع لايش؟ نرجع لاول واحد اللي هو الناتشرال، اللي هو البروسيس فاريبل الاولاني، الناتشرال اوف ايش اوف فيد ماتيريال. بعدين السلايد اللي بعديه بنيجي على البروبرتيز اوف ذا ديزايرد برودكت بنكمل. فاول بروسيس فاريبل اللي هو طبيعه الماده اللي بتفوت. سامعيني بنات شباب؟ كل سامعني؟ سامعين مهندس سامعين. انا بحب يعني هذا اللي عنده سؤال يرفع ايده عادي، في عندك ريز هاند، يو كان ريز يور هاند. اول شيء خلينا احنا نكون يعني شو يسموها اللهم صل على محمد. هسه اللي عنده مشكله بالصوت او اي شيء ما يكون له هم، لانه احنا ان شاء الله انا عامل ريكورد المحاضره وبنزلها هسه على الايرنج مباشره. الناتشرال فيد ماتيريال طبعا بتعرفوا انتم انه الهاردس اوف ذا فيد ماتيريال، اكيد معروف انه الماده الفيري هارد ريكويرز باور كونسومشن اكثر من الماده ايش الماده اللي بتكون مش هارد. هاي شيء معروفه الكل بيعرف، هذا شيء منطقي انه اسهل اطحن انا مثلا بارتكلز من الحديد ولا بارتكلز تبعت القهوه. لا، القهوه البارتكلز اللي اسهل طحنها because the hardness is much much lower than the hardness of the فرك الحديد. يعني in general harder material requires more energy، معروف انا بدي more energy in order to make what's called size reduction for the material. More energy is required, therefore a longer endurance time and higher capacity equipment will be required. انو اسهل طبعا هاي الكسرات او المحاجر، المحاجر بيكون عندك اللي هو الكرشر تبعتهن الكبسه تبعت الكبه عاليه and requires a very long time or resonance time. ليش؟ لانها ايش more hard. Hard material tends to be more abrasive تمام so that more wear resistance. نعرف انت الهارد ماتيريال شو بتعمل مشاكل في الاجهزه، شو بتعمل؟ بتعمل مشاكل في البارتس اللي هو الفايبريتنج بارتس، بتكون يعني كل فتره فتره بدي اعمل انا صيانه وعمل مينتنس لها. اثنين كمان اللي بيأثر على size reduction what's called the structure of the feed material. شو الستركتشر؟ هل هي المادة fibrous ولا لا؟ هسا إذا كانت المادة fibrous شو يعني فيها fibers، بهاي الحالة نحتاج إلى tearing. شو معنى tearing؟ خلينا نشوف شو معنى tearing. tearing تمزيع، يعني عرفت علي؟ المادة بس تكون فيها fibers لازم يكون مع 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 السايز ريدكشن واتس كول تيرنج اللي هو ايش تمزيق، عرفت علي؟ بعدين المويستشر كونتنت، عمليه السايز ريدكشن طحن ماده كومبليتلي دراي او ماده
فيها موستر كونتنت مثلا من 5-50%، هذا الحكي بيأثر على عملية ايش الساز ريدكشن. ليش؟ لانه المادة اللي فيها موستر كونتنت very difficult for flow, don't flow easily and can be difficult to process. المادة اللي فيها higher moisture content, as the moisture content increase, the flow of the material through the size reduction equipment will be difficult and to process and will be very also difficult for flowing. معروف ادي عنا احنا انه ال particles اللي بتكون wet عملية الفلو لها اصعب وبتكون very difficult to process. فالmoisture content بتاخذ بعين الاعتبار عند عملية size reduction. أربعة، friability. شو يعني friability؟ tendency to fractures. تمام، الفرايبيليتي يعني اللي هو التكسر، يعني المادة هاي تتكسر ولا لا. في مواد بس الفيد ماتيريال هاي ممكن تكون ايش قابل للتكسر، في مادة مش قابل للتكسر. فبهاي الحالة بدي اعرف هاي المادة فرايبيليتي ولا لا. اذا كانت فرايبيليتي بدي اختار لها السوتابل equipment of size reduction that's suitable for the friable material، يعني المواد القابلة للتكسر. الستيكنس معروف، كل ما بتكون المادة استيكي كل ما بيكون عندي مشاكل في السايز ريدكشن. شو يعني استيكي؟ يعني بتلزق في السايز في الاكوبمنت في المعدة. اكيد مثلا عندك مادة بدي انا اعملها سايز ريدكشن بس في عندها مشكلة انها استيكي، هاي بتغلبني لانه كل فترة وفترة بدي اعمل مينتيننس، اعمل كليننج للإكوبمنت لانها المادة استيكي. بعدين عندي مشكلة تبعت التمبرشر سنسيتيفيتي فور ذا فيد ماتيريال، هاي مشكلة بواجهها. ليش؟ بدي اقول لكم شغلة، اي عملية سايز ريدكشن بصاحبها فيري هيت جينيريشن، فيري هاي هيت جينيريشن. الهيت جينيريشن وود بي فيري هاي. اذا هاي حطوها عندكم بعين الاعتبار انه اي سايز ريدكشن بروسيس اكومباين وذ ا فيري هاي هيت جينيريشن. اي عمليه هسه لو تروح انتوا عند المحاجر اللي بكسروا الصخور بتشوفوا انه هاي المحاجر اللي بكسروا الصخور في عندها جريندر، عندها عفوا كراشر، هاي الكراشر دائما فيها خط من ايش من الميه، بيكون فور كولينج بروسيس، فور كولينج بيربوسيس، لعملية ايش for cooling purposes. اي عملية size reduction بصاحبها generation of very high amount of heat, very high, too much high heat transfer, heat يعني heat generation عفوا. فالheat generation بتكون عالي جدا 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 في اي عملية size reduction، وبالتالي it's necessary always to use dry ice or liquid nitrogen or cooling water such cases. فدائما في اي عمليه سايز ريدكشن بيكون عندي انا كولينج ووتر، بيكون عندي ليكويد نيتروجين اور دراي ايس. لو اي واحد يروح على محجر وشوف انه اللي بكسر الحجار على طول خط المي بيكون شغال. طبعا السايز ريدكشن فيري هاي هيت باور. هلا التمبر سنسيتيفيتي، بعض المواد الحجر اول ما عمليه كسره وطحنه بيعطيني حراره عاليه بس ما بأثر على الحجر لأنه الحجر is not heat sensitive. لكن أنا عندي مادة بدي أعملها size reduction من a certain size to a certain size، من size 1 إلى size 2. في هاي الحالة هاي المادة بدرس الكيميكال اللي بالبراتيز إلها من ناحية إيش اللي هو thermal sensitivity. ليش؟ لأنه هاي المادة في ما عندي مواد at a certain temperature بيصير لها thermal cracking أو thermal degradation. فأنا this factor should be considered, should be taken into account when the size reduction when the crusher is going on. بعرف إنه هاي المادة أيوة عند درجة حرارة فوق 110 بصير لها thermal degradation or thermal cracking. فبهاي الحالة لازم أنا أعمل control على temperature بحيث أتأكد إنه amount of heat generated does not cause to increase the temperature much higher than 110 degrees Celsius. Otherwise, بصير عندي thermal cracking وكل عملية طحن عندي بتخرب. كمان في عندك explosive.
material must be grounded with or in the presence of inert atmosphere. بعض المواد بدي ادرس الفيزيكال بروبرتي لها اذا انا عرضتها ل very high capacity of the grinding او كراشر بصير لها اكسبلوسيف, فلازم انا احط مع الهواء, فلازم انا اعمل لها size reduction in the presence of inert atmosphere. بعدين potential dust content هذا harmful for the health. طبعا اي عمليه size reduction بصاحبها ايش, بصاحبها generation high generation of dust. بعدين السايز ديستريبيوشن اللي هو بتاثر كمان, بدي انا حسب الفيد اللي بدي اياه, سوري البرودكت اللي بدي اياه انا, كم الديزايرد سايز برودكت بدي اياه, بكون 0.01 سنتيمتر ولا 0.001 سنتيمتر, الديبت هسه راح نشوفها بالتفصيل الاكثر. طبعا كمان اللي بيشي should be considered when going for size reduction the properties of the desired product. مظبوط, مثلا في شركة الممتاز بقول لك انا بدي السايز برودكت يكون برودكشن السايز تمشي له 0.01 سنتيمتر, فانا هاي بتاثر علي سكيل اوف اوبريشن. شو يعني سكيل كاباسيتي؟ يعني الكيبستي انا بدي انا انتج 1 طن, بدي اعمل سايز ريدكشن ل 1 طن ولا سايز ريدكشن ل 500 كيلو جرام, هذا الحكي بياثر علي. سايز ريدكشن فلو شيت انرجي ريكويرمنتس هاي شود بي تيكينج تو اكاونت. على سيت انرجي ريكويرمنتس يو شود نو ذات انه ذا مور ان افيشنت اكثر معدي بتكون ان افيشنت, الافيشنس لها فيري لو اللي هي معدل السايز ريدكشن. ليش؟ لانه believe me 99% من الانرجي كونسيومد بصل لايش لوسز عن طريق الى هيت جينيريشن, وفقط انا بستفيد فقط من 1%, only 1% of the energy consumed is going for the creating a service area بس, و99% من الانرجي بصل لايش لوسز. اوكي, preventing equipment damage. بعدين كيميكال اند اوبريتنج كوست. هلا بيجي احنا على الكلاسيفيكيشن اوف سايز ريدكشن اكويبمنت. هسا مينلي وي هاف فور سايز ريدكشن اكويبمنت, مينلي الكراشر, الجريندر, الالترا فاين جريندر اند ذا كتر. كل واحده الى ايش, الى فيتشرز معينه. اول شيء شو هو الكراشر؟ الكراشر اول شيء بدك تعرف انه الكراشر تستخدم for the breaking of large pieces of solid material into small lumps. هاي أول إشي. يعني إذا أنا بدي عندي large particles ما بروح على الجريندر, بروح على الكراشر, لأنه الكراشر الفيد تبع الكراشر large particles, لكن الفيد تبع الجريندر بتكون إيش, powder fine particles. هاي أول فرق بينهم. الفرق الثاني إنه الكراشر الميكانيزم تبعتها اللي هي الكومبريشن, طلع على الصوره, الكل شايف الصوره هاي على اليمين, شفتوها هاي الصوره, شايفينها ولا لا؟ نعم تمام. هاي الصوره اوكي, لو تشوفها اللي هن هاي شفتوها هسه, شايفينها؟ لاحظ انت انه هاي الكراشر بيزد على الكومبريشن. ليش؟ لانه بالكراشر بيكون عندك تو سيرفيسز, المادة اللي بدي أطحنها أنا بتكون بينهن, فبأثر التو سيرفيس بأثر عليها بباور كولد كومبريشن, فالميكانيزم of the crusher is the compression. لكن تعال على الجريندر. أول شيء قلنا الجريندر شو بتختلف, الجريندر شو بتختلف, الجريندر بتختلف عن الكراشر إنه في عندك وان سيرفيس بصير امباكت. شو امباكت؟ ضرب. زي إيش؟ طحانة القهوة. طحانة القهوة بتكون الكافي بينز بتفوت, بتصير عندك فايبريشن اهتزاز, بتصير القهوة تضرب وين؟ تضرب في الوول, بتصير تتكسر, فهي بيز على الامباكت الضرب, يعني هيك لوكينج اوكي ضرب اوكي. والجريندر يوزد فور كراشر اوف ذا باودر نوت لارج بارتيكلز. اذا اول خطوه راح تكون في اي محل اوكي, في اي سايز ريدكشن, اذا كان عندك البارتيكل سايز فيري هاي بتكون كراشر. بعدنا الكراشر حول لي اياه لباودر, بدي الباودر هذا اوديه لمور فاين باودر, اودي على الجريندر. هلا اذا انا بدي اوديها على, بدي انا اطحن البرودكت اللي طالع منها, انا بطلع لك برودكت صح ولا لا بعد ما اطحنها,
هذا البرودكت اللي طالع اذا انا بدي اياه كمان انعم مور فاين بوديه على الترا فاين جريندر. الالترا فاين جريندر الميكانيزم تبعها شو هو؟ الاتريشن. شايفين الاتريشن؟ الاتريشن هو عباره عن بيكون ايش بين الامباكت وبين الكومبريشن. الاتريشن اوكي كما الاتريشن العربيه الحت اوكي. الاتريشن الحت، الكومبريشن الضغط، الامباكت الضرب، والاتريشن الحت يصير حت فيها واكل فيها. والميكانيزم الرابع من السايز ريدكشن اللي هو الكاتنج، والكاتنج used for particles of definite size and shape بيكون اللينث لها من 2 ل 10 مليمتر. الميكانيزم اوف ذا كتر اللي هو الكاتنج. اذا في عندنا فور ميكانيزم، فور كلاسيفيكيشنز اوف سايز ريدكشن: الكراشر، جريندر، الترا فاين جريندر، اند كتر. هسه الجريندر بالصناعه ما بسموها جريندر، بسموها ميلر. ميلر هو الترناتيف نيم للجريندر. فعندك جريندينج او ميلينج، الجريندر هو نفسه الميلر. يا يعني بتكون جريندر او الترا فاين جريندر، او بنسميها ميلر او الترا فاين ميلر. هاي بنسميها ايش؟ هاي بنسميها ميلر. اوكي هاي اسمها ايش؟ اسمها ميلز، عفوا ميلز. اسمها ايش؟ اسمها ميل، ميل طحان او جريندر نفس الشيء. ميل هو نفسه جريندر اوكي ولا لا؟ نفس المعنى. الكراشر لا، الكراشر used for breaking of large particles وبيز على الكولو اللي بيز على الكومبريشن، whereas الجريندر used for powder وبيز على الامباكت and attrition، الامباكت mainly. والالترا فاين جريندر used for more fine particles، ايوه بيز على الاتريشن. والكاتنج used for defined size and shape. هلا نيجي على اللي هو اللي هو شو اسمه انواع الكراشر. انواع راح نشوفها الكراشر، انواع في الصناعه. جو كراشر، في عندنا جايراتوري كراشرز اند سموث رول كراشر. هاي جو كراشر. في عندنا انواع الجريندر اللي هن هامر ميلز، لاحظوا شايفين ميل الجريندر نفسها ميل. انواعهن هامر ميل، اتريشن ميل، تامبلينج ميل. ميل يعني الطواحين متساقطة، راح نشوف شو معناتها، راح ناخذها على كل حال. الالترا فاين جريندرز او الالترا فاين ميلر، هامر ميلز وذ انتينر كلاسيفيكيشن، فلويد انرجي، فلويد انرجي ميل، اند كولويد ميلز. والنوع الاخير اللي هو الكاتنج ماشينز مثل النايف كاترز. اذا احضر ناخذ اكزامبل على ايش؟ على الكراشرز وعلى الميلرز. قلنا الميلرز، الميلرز مالها مره ثانيه قلنا الكل مع الميلرز. قلنا احنا الميلرز اللي هن يا جريندرز او الترا فاين جريندرز. اوكي هذا بالنسبه للميلر. طيب اذا هاي هي الميلرز مع بعض، هذول بيجي الكاتيجوري واحد نفس الاشي، بس هاي بيز على الامباكت، هاي بيز على الاتريشن. تمام. وقلنا هسه احنا ذكرنا هنا شو الفرق بين الفرق بين هنا الاتريشن والامباكت والاتريشن، انه الامباكت بتكون ضرب، الاتريشن بيكون عباره عن ايش؟ حت. اوكي تمام. هلا بنيجي على الاكزامبل، على اكزامبل صغير بس شو بسموها هذا الاكزامبل اللي هو مش اكزامبل، افرجيكم مثلا الجو كراشر. قلنا في اي مصنع سايز ريدكشن او اي سايز ريدكشن بروسيس بتبلش في الكراشر، شايفين؟ بعد ما تخلص من الكراشر شو نيجي على الميلر، تمام؟ بعدين الالترا فاين ميلر. الجو كراشر السايز اللي يفوت عليها 1500 متر، كم معنى في المتر؟ حدا بيعرف؟ يعني 1.5 متر. تصور ال 1500 مليمتر قسم على 1.5 متر، يعني صخور فعليا، صخره صخره. السايز لها 1.5 متر. فلاحظوا انتم الجو كراشر بتكسر لي اياه من 1.5 متر ل 150 مليمتر. تصوروا تعمل لي سايز ريدكشن كم ضعف؟ تقريبا 10 اضعاف. تنزل لي اياه من 1500 مليمتر، يعني من 1.5 متر لكم؟ ل 0.15 اكزاكتلي متر، يعني من 150 سم ل 15 سم، نقدر نقول صح ولا لا؟
و طبعا يوز فور ميتاليك اند نون ميتاليك مينرالز. الجيروتري كراشرز جو شو معناتها؟ جو شو معناتها؟ حد يعرف شو معناتها جو؟ جو شو معناتها؟ يعني فك فكين. اه جو كراشر، راح اشوف عنده جو كراشر عباره عن فكين. على كل حال الجيروتري كراشر اللي بفوت عليها 2000 مليمتر هاي يوز فور بيج روكس، صخور كبيره 2 متر بتنزلها من 2000 مليمتر عن 2 متر لا 3 سنتيمتر. في عندك الميلر، شايفين هسه بنروح خلصنا من الكراشر، الكاتيجوري تبع الكراشر جينا على الميلر. الميلر اللي هي الجراندر من 30 مليمتر يعني 3 سنتي اللي زي حبة القهوه يعني لواحد مليمتر، هاي عباره عن الميلر. تمام. يوز فور سيراليس فيجيتابلز كالسايت اند كالون، شايفينها فهي، وكمان زي القهوه. اطلع على الديسك اتريشن ميلر، الرولر ميلر، الهامر ميلر يوز فور فوسفات بيجمنتس درايد فروتس. فاذا راح واحد على شركه فوسفات راح يشوف انه نوع الميلر الموجوده هامر ميلر. الهامر ميلر اللي فيد عليها بيكون 40 مليمتر فبتكسر ل 0.01 مليمتر. بعدين ديسك اتريشن، بعدين في عندك البول ميلر، لاحظ البول ميلر الفيد عليها 4. اذا انت از انجينيرنج بتقرر شو عندك الفيد سايز، قديش الحجم له. والله اذا كان الحجم له تحت الأربعة مثلا، لا والله تحت بين 4 و 1 ملم بروح على البول ميلر، والبول ميلر بتنزل لي اياه من 4 ل 0.3 ملم. الفلويد انرجي ميلر الفيد الى 30 ملم بتنزل لي الى 0.001 يوز فور سيراميك بيستسايز اندجمنتس. في عندك الاجيتيشن ميلر، لاحظ هاي اللي هذول اللي هنا اللي هن عباره عن هذول، اوكي هذول اللي هنا بسم الله، هذول اللي هنا هذول بيكون ايش فور الترا فاين، شايفين فور ايش الترا فاين جريندر اللي هي الكاتيجوري رقم 3 اللي ذكرناه، وين اللي ذكرناه هنا الترا فاين. اوكي خلينا سناخذ اكزامبلز على الجو كراشرز. شو هو شايفين مين اللي حكى لها هسه اللي انا فكين؟ هاي عندك انت الجو كراشر، عفوا هاي عندك الجو كراشر، بتكون عندك انت ايش فكين الجو كراشر ذا ماتيريال از فيد بتوين تو هيفي جوز، فكين لاحظوا هذا واحد فيهن، واحد من هاي الفكات ثابت وواحد ايش متحرك، وان فيكسد اند اذر از ريسيبروكيتنج بتحرك. تمام. سو از تو ورك ذا ماتيريال داون انتو ناروور اند ناروور سبيسز كراشينج از ات جوز، بتفوت الماده بالماده. نعم دقيق اكثر. ايوه بالضبط، هاي الماده هسه بتفوت عندك من هان، الماده بتفوت شايفين هسه الماده بتفوت من هنا. دي بس وين ال اوكي لاين ويت ثواني بس. اوكي المادة بتفوت من هان، شايفين الفيد شفتوها بتفوت، هذا الفيد هذا عبارة عن ايش، هذا عبارة عن الفيد. اوكي بتفوت من هان. اوكي وبصير عندك هاي المادة تنزل شوي شوي، في عندك هذا الجزء شايفين هذا الجزء، هذا عبارة عن الفيكسد وهذا ريسيبروكيتنج، هذا ريسيبروكيتنج وهذا فيكس، شفتوه ولا لا؟ فبصير عندك الماده تنزل بالاتجاه هذا، وصير عنده ايش؟ كراشنج سلول سلولي. بعدين في عندنا هسه اللي هو اللي هو النوع الثاني بسموه الرولر كراشر. لاحظوا الرولر شايفين عندك انت تو رولر، شفتوها يا؟ هاي عندك هاي واحد شفتوه ولا لا؟ وهي الثاني بتفوت الفيد من هنا، ففي عندك هاي اول رولر اول بكره وهي البكره الثانيه. طبعا هذولا بيكون بينهن شايفين هنا، هنا بيكون عباره عن ايش؟ عن سبيس بين هاي وبين هاي، هذا السبيس اسمه دي، هذا السبيس اللي بينهن شو اسمه؟ دي سمول. اوكي هذا السبيس اسمه دي سمول، السبيس اسمه دي سمول. اوكي هذا اسمه ايش؟ اسمه السبيس اللي عندك هنا اسمه ايش؟ اسمه دي سمول. اوكي
هذا السبيس كنا اسمه دي سمول، شفتوه السبيس اللي بينهن دي سمول، والدياميتر تبعت الدوائر اسمها ايش؟ اسمها دي كابيتال. دي كابيتالز اللي هي ذا دياميتر اوف ذا رولر اتسلف. فهنا two more or more heavy steel cylinders revolves toward each other and overload compression spring protects the roller surfaces force applied compression. اوكي احنا اتفقنا اصلا انه الكريشرز بيز على الميكانيزم. شو تبع الميكانيزم تبع الكريشر؟ الكومبريشن. والميكانيزم تبع الجريندر اللي هو الامباكت، والميكانيزم تبع الفاين جريندر اللي هو الاتريشن، والكتر اللي هو الكتر. هلا هنا السايز ريدكشن ار نورمالي بيلو 5. طبعا هسه شو بقول لك الليميتنج سايز دي بي ماكس ذات كان بي نيبد باي ذا رولر كان بي سيبت فروم ذس ريليشن دي بي ماكس ايكوال 0.08 ار بلس دي. هاي المعادله شو معناتها؟ الدي بي ماكس معناتها انه الماكسيم دياميتر اوف ذا فيد كود بي نيبد. نيبد شو يعني؟ تقرض، تكسر يعني. اذا انت از انجينيرنج وفي عندك رولر كراشر وبدك تشوف انت از انجينير شو الماكسيمم دياميتر اوف ذا فيد ذات كود بي يوزد. مثلا بقول لك انت الماكسيمم دياميتر لازم يكون مثلا 9 ملم. طب ليش مش 11؟ بتقول يا ليش؟ لانه اذا انا خلينا نقول فور اكزامبل، الكل يطلع علي فور اكزامبل، خلينا نحكي هسه فور اكزامبل، لو كان عندك انت هسه الدي سمول تساوي 5 سنتيمتر، 5 سنتيمتر شو معناتها هاي؟ معناتها انه السبيس، ايوه السبيس اللي بين هاي الرول وهاي الرول 5 سنتيمتر، هذا معناتها. والدي الدياميتر تبع ايش؟ البكره الواحده هاي تساوي فور اكزامبل تساوي 0.4 متر. تمام؟ اوكي ولا لا؟ معي انت ولا لا؟ اوكي؟ الدياميتر تبعت الرولر 0.4 متر، والسبيس بين هاي وبين هاي 5 سنتي. فبهاي الحاله بيكون عندك الدي بي ماكس شو يساوي؟ يساوي 0.08 ضرب 0.2 0.4 الدياميتر ار اعفر 0.2 لانه الراديوس اكزاكتلي زائد الدياميتر هنا شو تساوي؟ 0.05. لو تحسبها في الاله الحاسبه 0.08 ضرب 2 شو بيطلع؟ او تحسبها في الاله الحاسبه عندك هسه بيطلع الجواب فور اكزامبل 0.08 ملتبلاي باي 0.2 يساوي زائد 0.05 يساوي، بيطلع الجواب يساوي 0.066 متر. يعني كم بالمليمتر ضرب 1000؟ بيطلع يعني 66 مليمتر. شو معناتها الجواب 66 مليمتر؟ معناتها انه اي بارتكل الدايمتر الها اعلى من 66 تقريبا مليمتر it would be not good to be crushed using this crusher. واضح ولا لا؟ فالماكسيمم سايز الماكسيمم دايمتر of the feed that could be fed to this roll crushers under this variable condition 66 مليمتر. فتقريبا نقول 70 مثلا. فاي بارتكل اعلى من 66 مليمتر ايوه ممنوع انها تفوت على هاي الماشين، انه هاي الماشين is not suitable for such these particles. واضح ولا لا؟ اذا الدي بي ماكس represent the maximum size that can be crushed or that can be nipped by the rollers. اوكي ولا لا؟ واضح؟ اوكي. هلا بنيجي على اللي هو الهامر ميلرز. الهامر ميلرز اللي هي زي ايش؟ هسه خلصنا من الكرشر، جينا على انواع ميلر اللي هي الهامر. الهامر ميلر مرة ثانية الكل يطلع معي اللي زي طحانة القهوة اللي بتحط فيها قهوة او الهال، اوكي الكاردابام. طبعا هاي شايفينها في بكون عندك انت بكون عندي انا هاي سبيد اوف ذا سبيد روتر كاريز ا نمبر اوف هامرز اراوند اتس بيرفري اللي هو المحيط انسايد ا كلوز فيتنج كيس كونتيننج ا تفند بريكر بليد. بيكون حواليها شايفين هاي طلعوا هنا بيكون ايش؟ بيكون عندك حواليها هذا شايفين هاي بيكون عندك شايفين هنا هذا الجدار بيكون صلب جدا. هذول بحركن البارتيكلز بضربهم بايش؟ بصير امباكت. لانه احنا قلنا الميلر بيز على ايش؟ ميلر يلا كل معي بيز على الامباكت ضرب يعني. فهذول البارت صغيره بتضرب ايش؟ البارتيكلز هاي على الجدار شايفينها
وعلى الوعاء وبكسرها، زي مبدأ عمل اللي بتطحن فيها انت الهال بتحطها وبصير تكسر فيها. Reduction is mainly by impact as the hammer drive the material against the breaker plate. لأن الهامر هاي شيء، هاي هامر، هامرين ثلاثة أربعة، هاي الهامرز شو بتعمل؟ بتحرك، تعمل درايف للماتيريال جوا إيش هذا اللي هو اللي بريكر بليت اللي هو بده يكسر. Final size is largely determined by the size of the retention screen through which discharge material must be passed. شو retention screen شايفينها؟ هذا اوكي، بس يصير السايز بقدر يمر من خلال هذا المنفذ، ساعتها انا بقدر اتحكم بايش بالسايز. فاي سايز البارتكل الها، اي بارتكلز السايز الها اعلى من هذا السايز بضلها ريتيند، ما تنحجز ترجع ورا لحد ما تتكسر. واي بارتكل السايز الها اقل من هذا الباس المجال بتفر بتمون منه. Regarded as a general purpose mill handling crystalline solids, fibers, material, بيشتغل material, sticky materials. وهي عندك أمثلة عليها اللي من الزمن القديم اللي هو الطحوني أو اللي بسموها إيش باللغتنا المصحان. هاي المصحان هاي عبارة عن آلة الطحن كانت تستخدم في الزمن الماضي. في عندك الأترشن ميل. إذا نسى الأترشن ميل هاي عبارة عن بيلر من اسمها أترشين، معناتها ألترا فاني جريندر صح؟ لأنه كنا الميكانيزم تبعت الكراشر كومبريشن تبعت الميلر أو الجريندر امباكت تبعت الألترا فاين جريندر أو الميلر أترشين. فعندك أترشين النوع هذا الأترشين بيلز البيسك برنسبل تبعها أنه بيكون عند الكل تطلعها، أنا بيكون عندي أنا شايفين أول عبارة عن ديسك هذا روتيتنج وهذا الديسك البراني شماله فيكسد عفوا. فعندك انت انواع سنجل ديسك ميلر ودبل ديسك ميلر. شو يعني السنجل سيندينج؟ معناتها انه واحد من الديسك روتيتنج وواحد فيكسد. الفيد ماتيريال اللي بتفوت من هان شايفينها، بعدين بصير عندك هذا بتحرك وهذا ثابت. شو بصير عندك امباكت عفوا ايوه اتريشن للبارتكلز بين الروتاتينج ديسك وبين الفيكس ديسك، بتطحن وبعدين بيطلع عندك الفيد فاين برودكت في دهانه. النوع الثاني من الاترشن ميلرز اللي هو بنسميه الدبل ديسك ميل. الدبل ديسك ميل معناه ذا تو ديسك ار روتاتينج، هنا وان ديسك از روتاتينج اند ذا اذر از فيكسد. هنا لا، التو ديسك ار روتاتينج، هي الاولاني وهي الثاني. بفوت عند الفيد عندك تو ديسك بتحرك مع بعض بيعمل ايش اترشن، يعني بكسرن اي بارتكلز. هنا شايفينها البارتكلز هاي اللي بتفوت منها، شايفينها هاي البارتكلز بتفوت بارتكلز بارتكلز تتكسر شوي شوي لحد ما تطلع ايش برودكت. تمام. اذا ان دبل ديسك ميل تو ديسك ار ريكوارد روتيتنج ان اوبوزيت دايركشنز. التو ديسك ايش روتيتنج ان اوبوزيت دايركشن. في السنجل ديسك ميل وان ديسك از روتيتنج اند ذا اذر از فيكسد. Okay. Now we'll go for السنيجي على اللي هو ال tumbling mill. شو يعني tumbling؟ حدا بيعرف شو tumbling؟ حدا بيعرف شو tumbling؟ tumbling المقصود فيها إيش؟ اللي هو الميل اللي هو الطاحونة المتساقطة. شو يعني متساقطة؟ وشو معنى tumbling mills؟ tumbling مقصود فيها الكل يفهمنا. هاي الميلر بيكون فيها ميتاليك بارتكل، ميتاليك ديسك او ميتاليك بارتكل شايفينها، يعني زي جلول، جلول مصنوعه من ايش المعدن. تمام. بتفوت عندي، طلع علي، بفوت عندي الفيد هنا كل يطلع حاله مليح، كل يطلع بفوت عندي انا عفوا عندي انا سا بفوت عندي الفيد هنا، شايفين الفيد بفوت هان. تمام. الكل طلع معي، هذولا مش الفيد، خذوا بالكم هذولا مش الفيد، هذولا عبارة عن ايش بولز. هاي البولز موجودة جوا التامليك بيلز، بسموها متساقطة ليش؟ لانه هاي البولز شو بتصير فيها؟ تتساقط على الفيد اللي عندي وبتصير تكسر لي اياه، بتصير تكسر لي اياه مع ايش؟ مع عملية ايش اللي هو الفايبريشن تبع ايش؟ تبع الميلر نفسها. واضح الصورة ولا لا؟ هاي تطلع هنا
شايفين انا عندكم في عندك انت بولز، هاي البولز سمول وبيج ولارج بولز، بفوت عليها الفيد، ايوه الفيد بصير يطحن بينهم، بين يطحن بين ايش؟ بين البولز هاي، هاي البولز بتكون الى سيرتن بارتكل دايمتر، بيكون بتكون مصنوعه من معدن معين له هاردنس عاليه، بحيث انه شو يعمل؟ يكسر اي شيء. اذا روتيتنج تامبلنج فايبريتنج تشامبر فيلد وذ ستيل بولز، شايفينها ستيل بولز اور رودز، شايفينها هاي ستيل بولز، اوكي هيها مصنوعه من ايش؟ من ستيل بولز. عندك شايفينها ستيل بولز اور رود، اوكي فيد ماتيريال از سبجكتد تو امباكت اند شير، امباكت ديو تو ذا موفمنت اوف ذا بولز اور رود. If speed is too high, طلع المشكلة. إذا كانت speed عالية, balls can be carried around the periphery and grinding seizes. شو يعني seizes? Seizes معناتها stopped. Seizes معناتها إيش؟ معناتها إيش؟ stopped. Seizes معناتها stopped. لأن هذا معناتها إنه إذا كانت tumbling سريعة جدا, tumbling مدر السرعة العالية مش منيحة. ليش؟ لانه بصير هاي البارتيكلز اللي هو البولز تتنافر برا، وبالتالي عمليه الجريندنج او الكرشر على الجريندنج البيلر بصيرها تتوقف، لانه البارتيكل سايز لانه السرعه عاليه، فلازم احافظ على سيرتن فيلوسيتي، سرعه اللي هو السبيد الار بي ام تكون نوت تو هاي ونوت تو سمول، لازم تكون سيرتن هاي سبيد معينه، بحيث انت اضمن انه هاي شو يصير فيها ما تطلع برا الميلر. واضح ولا لا؟ هلا هذا مين عنده سؤال لحد هسه؟ هسه انا في عندي انا شغله بدي اعمل اناليسز فلا اللي هو شو بسموها اللي هو التامبلينج ميلز. مره ثانيه قلنا البيسك برنسبل تبع التامبلينج ميلز شو هو؟ انه في عندك ستيل بولز، هاي الستيل بولز بتكون جوا الميلر، بفوت عليها البارتيكلز، هاي الستيل بولز تتحرك، فشو بصير؟ تضرب بالبارتيكلز وتطحنها. بعدين نيجي على الستيل بول، اوكي هاي البول تمام، بدي خلينا نفكر شغله بس مشان ما الموضوع نفهمه منيح. الستيل بول هاي مشان تكون اكتف اذا لزقت بالجدار الداخلي للميلر ما بتشتغل شغلها، صح ولا لا؟ مظبوط ولا لا؟ صح. هاي عندك الميلر تمام، اذا هاي البولز شفتوها، اذا هاي البولز اذا هاي البول لزقت في الوول، بهاي الحاله بتكون انسفيشنت، يعني غير افكتيف، نوت افكتيف، صح؟ لان بهاي الحاله راح تلزق وين في الوول اوف ذا ميلر، مش راح تعمل شغلها انها ايش؟ تضرب تعمل التكسير وين؟ في القهوه. واضح ولا لا؟ اوكي هلا اللي بدك تعرفه انه هاي بدنا نعمل ايش؟ فورس اناليسز ان جنرال. هاي البول شو بأثر عليها؟ عندك الجرافيتي لتحت، وشو كمان؟ والسنتريفوجال فورس لفوق، تمام؟ قوه السنتريفوجال فورس شو تساوي؟ ام في اوميجا تربيع في ار، صح؟ لانه الاكسلريشن تبع الجرافيتي شو اخذ بقى يساوي؟ اوميجا تربيع في ار، الكل تذكره ولا لا؟ شو الاكسلريشن يساوي؟ الاكسلريشن شو يساوي؟ هيا الاي تبع الجرافيتي شو يساوي؟ اي تساوي اوميجا تربيع في ار، صح؟ اوميجا تربيع ضرب ايش؟ ضرب ار، مظبوط؟ اوميجا تربيع في ار، صح ولا لا؟ اذا الفورس شو تساوي تبعت الجرافيتي؟ الفورس اوف ذا سنتريفوجال شو تساوي؟ تساوي اللي هو الماس اوف ذا بول ضرب الاكسلريشن، اللي هو ضرب ايش؟ ضرب اوميجا تربيع ملتبلاي باي ار. طبعا اي ار، ار هي عباره عن ايش؟ عباره عن ار كابيتال ناقص ار سمول، صح ولا لا؟ مظبوط. لان عندك انت البولز هاي الريدي المسافه من السنتر للبول شو تساوي؟ تساوي ار كابيتال ناقص ايش؟ ار سمول، صح ولا لا؟ مظبوط. اذا راح تكون عندك انت R capital ماشي ناقص R small، بحيث R capital the radius of the miller و R small the radius of the steel ball. واضح ولا لا؟ هاي عبارة عن ايش؟ centrifugal mean force.
طيب الجرافيتي فورس شو تساوي؟ الجرافيتي فورس اف جرافيتي شو تساوي؟ الماس اوف ذا ستيل بول في الجي، صح ولا لا؟ تمام. هلا هسه نرجع بس على الجرافيتي، عوض لي محل ايش اوميجا، اوميجا شو تساوي؟ معروف ايش تساوي؟ يلا حدا بيعرف؟ 2 باي ان، صح ولا لا؟ 2 باي هيها هيا اوميجا شو تساوي؟ 2 باي ان، شفتوها ولا لا؟ هيا شفتوها؟ هيا اوميجا تساوي 2 باي ان، شفتوها؟ هيا اوميجا ايكوال ايش؟ اوميجا ايكوال هيا اوميجا تساوي 2 باي ان، صح؟ عوض اوميجا هنا بصير عندك السنتريفيوج شو تساوي؟ ام في ار ناقص ار 4 باي سكوير ان سكوير. هسه اف سي هاي شو تساوي؟ اف سي ايكوال ام جي في حاله ما تكون ايش البول مالها معلقه سسبندد، بس تكون البول سسبندد بتكون الام في جي تساوي اف سي، بس الام جي مش كلها، ام جي كوساين ثيتا. ليش؟ لانه الام جي حللها ساين كوساين، القريب من الزاويه باخذ ايش؟ كوساين هاي الثيتا. إذن أم جي كوسان ثيتا وأم جي سان ثيتا، الأم جي كوسان ثيتا تساوي هاي، صح ولا لا؟ مظبوط. إذن ارجع هسا أنت على المعادلة هان، ارجع هسا على المعادلة هان عندك أنت. أوكي نعمل أنا إريز، تمام. بس ساوي عندك هسا، ساوي عندك أنت اللي هو أم جي كوسان ثيتا، تمام. دس أيوة تساوي إيش؟ أم هاي عبارة عن الاف سي، وهاي عباره عن ايش؟ هيها شايفينها، هاي عباره عن الاف تبعت الجرافيتي ايكوال الاف تبعت مين؟ السنتريفيوجيشن. الجرافيتي بتاخذ الكوساين ثيتا، ليش؟ لانك تاخذ انت البيربنديكولار، تمام. هسوين ببعض. طبعا في حاله ما يكون عندك انت متساويات، ايوه عفوا ارجع مره ثانيه هنا بس ثواني. اذا كان متساويات شو بصير بالبولز؟ بتظلها ايش؟ ستيك وين؟ في الانر وولز، تمام. طيب هسه شو هي الماكسيمم، الماكسيمم فاليو للام جي عندما تكون ثيتا شو تساوي؟ يلا اذا كانت ثيتا شو تساوي؟ زيرو. كوساين زيرو شو يساوي؟ واحد، صح؟ واحد. اذا بس تكون ثيتا هاي تساوي زيرو، يعني البولز موجوده وين؟ موجوده هان، البولز موجوده، البولز موجوده هان، بس تكون البولز موجودة هنا، شايفينها البولز، بس تكون موجودة هان عندها بتكون كوسان ثيتا شو تساوي؟ تساوي واحد، بيعطيني الماكسيمم ام جي لها، صح ولا لا؟ فعندها كوسان ثيتا ايكول واحد، ساويين ببعض. عندها بس تكون ثيتا تساوي زيرو، كوسان زيرو ايكول واحد، بتكون عندك انت ان اللي هي السرعة هاي، ان شو معنى ان؟ قلنا احنا ان اللي هي ريفوليوشن بير مينت، صح ولا لا؟ هاي اذا اعمل مانيبيرش لهاي المعادله بيعطيني الان سي، الان سي للكريتيكال سبيد، الان سي تساوي 1 على 2 باي سكوير روت جي على ار كابيتال ماينس ار سمول. اوكي بالكابيتال الكلاس الجاي، بس ثواني هيك احنا خلصنا، بس ثواني، بس البارتيسيبانت معلش ثواني، بس خلنا اصور الغياب، ما حدا يطلع، ثواني بس. اوكي تحملونا، اوكي رغد صالح، تمام، يعطيك العافيه. الله يعافيك، الله يعافيك، تمام، خلاص السلام عليكم، يلا.